أبرز إطلالات نجمات الفن في حفل توزيع جوائز جو أوردز. تألق عدد كبير جدا من نجمات الفن بإطلالات متميزة ومتنوعة خلال حضورهم في حفلة توزيع جوائز جوي أوردز من نسختها الثانية، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض. وقد شهدت السجادة الحمراء إطلالات أنيقة وجذابة للنجمات، منهم الفنانة ليلى علوي. أطلت الفنانة الكبيرة ليلى علوي بإطلالة جذابة وأنيقة، وارتدت فستان طويل باللون الموف، تميز بأكمام طويلة بفيونكة من الخصر. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها مندسل على كتفيها، واعتمدت مكياج بسيط بيبين ملامح وجهها، ونسقت مع الفستان سلسلة من الألماس بنفس لون الفستان وشنطة من اللون الفضي. والفنانة مي عمر. لفتت الفنانة مي عمر أنظار الجميع بسبب إطلالتها الأنيقة الجذابة التي لقت استحسان الجمهور، حيث ارتدت فستانا باللون النيلي مصنوعا من قماش المخمل، زينته الطقم من المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض والماس والصفير الأزرق. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها مندسلا على كتفيها، واعتمدت مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها. نانسي عجرم. إطلالة بسيطة اختارتها المطربة نانسي عجرم، حيث تألقت بفستان من القماش اللامع باللون الذهبي يتميز بقصته الضيقة. واللافت ان نانسي لم تضف اي قطعة مجوهرات على اطلالتها. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها على كتفيها، واعتمدت ايضا مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها. اصالة. المطربة اصالة ارتدت فستان ماكسي باللون الوردي مرصع بالاحجار اللامعة عند الكتفين، وقد اكتفت بوضع اكراط مستديرة بحجم بارز. دنيا وإيمي سمير غانم. حرصت الفنانة دنيا الحضور إلى الحفل الذي كرم ولديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بإطلالة كلاسيكية بسيطة، وارتدت فستان أسود واختارت معاه رفع شعرها للأعلى. ويعتبر هذا هو الظهور الأول لإيمي سمير غانم منذ وفاة والديها، حيث حضرت الحفل برفقة زوجها حسن الرداد وأختها دنيا، وشاهدناها متألقة بفستان أسود مطرز بالخرز الأسود اللامع، وجاء مع ستايل الكاب أيضا والأكمام الطويلة. إليسا. اعتمدت إليسا على فستان أسود من الستان الحريري، جاء مع قصة الكاب كذلك، ويتميز بأكمام طويلة وتطريزات لافتة على الجزء العلوي، واعتمدت معه تسريحة ملكية نص مرفوعة. المطربة أحلام. اعتمدت أحلام على فستان أسود مع تطريزات لامعة، واعتمدت معه تسريحة الشعر المندسل ومجوهرات ماسية لافتة. الفنانة ايتن عامر. اختارت ايتن عامر بدلة باللون الابيض مع جاكيت بليزر، جاء مع تسريحة الشعر المندسل وحقيقة يد ميني فضية اللون، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها. فنانة نيلي كريم. تألقت الفنانة نيلي كريم بجمبوست اسود تميز بحزام باللون الفضي من عند الخصر، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي مندسلا، كما نسقت مع اطلالتها كلاتش باللون الاسود.